بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله عن الكونفيرم بوكس، هي القضيه بتاعت الجزء ده في البوك اليرتس. بيتكلم عن مثلا الاليرت بوكس، والاليرت بوكس احنا سبق ان احنا اتكلمنا عنه بشكل كبير. فهنتكلم عن الكونفيرم بوكس والبرومت بوكس، تمام؟ حلقه اليوم هتكون عن الكونفيرم بوكس. بمنتهى البساطه الكونفيرم بوكس ده يا جماعه ده عباره عن صندوق بيظهر في حاجه من اثنين، في امرين، في اوكي او كانسل. الاليرت كان في حاجه واحده بس اوكي، الكونفيرم بوكس فيه اوكي او كانسل، فبالتالي فيه بيرجع لي قيمه. يعني ايه بيرجع لي قيمه؟ طيب بص ركز معايا شويه كده، تمام؟ خليني انا ممكن اكتبها بويندو على طول. ماشي مفيش مشكله، ويندو دوت هكتب كونفيرم، والكونفيرم طبعا ايه محتاج برينتسيز يا جماعه، تمام؟ وانا ممكن اكتب جوه منه النص حاجه معينه، النص ده هو اللي هيظهر لما البوكس يظهر، فاهمني؟ خلينا نقول مثلا بريس ابوتون، اوكي، واعمل انتر. ده الكونفيرم بوكس يا جماعه، في اوكي وفي كانسل. الفرق بقى في ان هو بيرجع لي قيمه، يعني انا لو ضغطت اوكي هيرجع لي القيمه ترو، في حين ان انا لو كررت نفس القصه او عملت كانسل هيرجع لي القيمه فولس. فانت ممكن تستفاد بالموضوع ده في انك تعمل له تريجرنج او تبرمجه بشكل او باخر، ده اللي احنا هنحاول نحكيه في المثال ده. طيب ايه الفكره؟ انا عندي بوتون، البوتون ده فيه فانكشن اسمها ماي فانكشن. انا مش هستخدم ايفنت لسنر، هستخدم الاون كليك ايفنت على طول، تمام؟ ومعايا اتش واحد واخد كلاس ديمو، هبرمج الفانكشن ديت علشان ايه؟ علشان في حاله ان هو مثلا ضغط لي اوكي هقول له انت ضغطت اوكي، في حاله ان هو ضغط كانسل اقول له انت ضغطت كانسل. انا ممكن امشيها طبعا بطرق مختلفه بس ده مثال بسيط، تمام كده؟ فانا شغلي هيكون على مين؟ على الماي فانكشن دي. هنفتح ملف الجافا سكريبت ونبتدي ندرج الفانكشن الجميله بتاعتنا دي. ادي فانكشن اسمها ماي فانكشن، اسم طبعا التسميه فيها ايه؟ فيها مشكله، ماي فانكشن صح كده؟ تمام كده، ماي فانكشن، وهاخد لي برينثيسيس وافتح الكيرلي بريسز تبعي، تمام. هتقول له ايه بقى فيها؟ هعرف فاريبل، تمام، هقول له بار مثلا تي اكس تي، هو كان مسميه في المثال بتاعهم تي اكس تي. الفاريبل ده كل قصته ان هو هيتساوى بالنص اللي انا هكتبه له فيه. يعني انا هقول له والله انت لما تضغط اوكي اكتب لي نص معين، إيه مثلا انت ضغطت اوكي، لما تضغط كانسل اكتب لي نص معين، مثلا انت ضغطت كانسل، النص ده هساوي بيه قيمه الفاريبل ده، تمام كده؟ فعشان كده انا بستخدم الفاريبل اللي اسمه تكست. طيب جميل، هستخدم بقى جمله اف وافتح الاثنين برنتسس وجاهز اني اكتب اف بقى ايه؟ الكونفيرم، الميثود بتاعت الكونفيرم دي، خد بالك انها محتاجه ايه؟ بالظبط كده، محتاجه اثنين برنتسس، تمام. مالها ديت بقى ايكوال تو القيمه ترو، والله ده لو كان بيساوي قيمه ترو. يعني ايه بيساوي قيمه ترو؟ يعني زي المثال اللي كان موجود من شويه، انت ضغطت اوكي القيمه دي طلعت بترو، يعني هو ضغط اوكي، فاهمني؟ يعني لو كان ده بيساوي ترو هقول له ايه بقى؟ هقول له والله قيمه التكست بيساوي الفاريبل ده مثلا اوكي، يعني الدلاله على ان هو ضغط على ايه؟ على اوكي، حلو كده؟ وبعدين هناخد else، يعني في الحاله الثانيه، الحالة الثانية يبقى هو يا جماعة ايه؟ ضغط على كنسل، أكيد ما فيش حالات ثانية، يعني ما هو أوكي كنسل، طب ما ضغط أوكي، أوكي خلاص ماشي، إلس بقى يبقى ضغط كنسل خلاص، يبقى إيه؟ قيمة التكست هتساوي مثلا إيه؟ هكتب له أنا كنسل، ده مجرد مثال بس مش أكتر على نفس الشكل بتاعه. بس كده اوكي تمام جايين. بعدين بقى هبتدي ايه؟ هستخدم الاتش واحد في ان هو يظهر لي النص ده، يعني انا هستخدم الاتش واحد اللي هو واخد الاي دي ديمو. فهقول له بقى ايه؟ دوكيمنت يا مستند دوت جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي اللي اسمه ديمو، ماله؟ انت عايز منه ايه؟ عايز دوت انر HTML النص بتاعه يبقى ايكوال تو بيساوي قيمة مين؟ قيمة التكست. بس ديت كل الفكرة، يعني أنت ناديت على المستند وقلت له يا مستند أنا عايزك تناديه تشوف لي الكلاس اللي اسمه ديمو، فالكلاس اللي اسمه ديمو ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتش واحد. حلو، غير لي النص اللي فيه، أنا ممكن مسج خالص أهو أنا مناسبه خالص. غير لي النص اللي فيه علشان يكون إيه؟ قيمة التكست.
وكانت التكست دي متوقفه على مين؟ متوقفه على جمله الشرط اللي فوق ديت. والله لو الكونفيرم كان ترو التكست تبقى اوكي خلاص، يعني هو لو ضغط على اوكي التكست هيكتب لك ايه وهكذا. لو انا عملت كده كنترول اس وجيت اعمل ريفريش كده فاضيه، لو انا عملت شو هيقول له فاضيه، لو ضغطت اوكي هيقول لي انت ضغطت اوكي، ومره ثانيه ضغطت على كنسل هيقول لي انت ضغطت على كنسل. طبعا ايه ان اتش تي ام ال هي اللي بتعمل الكلام ده. الجانب الثاني ممكن نكون نذكره بالمره، اني ممكن احط هنا نص معين زي ما انا كنت حاطط، اقول له مثلا نفس الفكره بتاعت بريس ابوتون مثلا. لو انا عملت كنترول اس عشان دبل كوتيشنز، فبالتالي انا عملت ريلود هرجع مع ده نص يظهر معايا. تصديق الفكره انك بتستخدم فيها ايه الامر بتاع الكونتينر بوكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.